اصلا يعني مولود في فرنسا ومتربي في فرنسا، بيتكلم عدد لغات مختلفه، وتكوين معظم يعني او تكوين المجموعه في المنتخب المغربي كلهم من نفس الاصول، كلهم معظمهم مولودين في اوروبا وفي فرنسا وفي اسبانيا، مولودين في يعني في اوروبا وانضموا بعد كده وهم كبار المنتخب المغربي. هل في رايك يا مصطفى ان ده يعني التشابه اللي موجود ده في الباك جراوند ده سهل من مهمة وليد الرجراجي؟ سهل، وهقول لك الفكره في ان المنتخبات عدد ساعات الشغل او عدد ايام الشغل مع الفرق قليل جدا، درجه تقارنها بعدد ساعات شغل المدرب مع الانديه، ده بيبقى عنده عدد ساعات كبيره جدا، ده بيبقى عنده وقت محدود جدا. في وقت قريب هو لازم يوصل للعيبه، وده اللي انت بتتكلم فيه ان هو يبقى قريب منهم، لانه هي بتدور حوالين الحماس. يعني انت ما تلاقي الموضوع الفرقه بتقدم كوره، بس الكوره مبنيه على التاكتكس، فيها اقل فيها الحماس والروح والناس بترجع. يعني انت المدير الفني لما يكون قريب جدا من اللعيبه بتاعته وفاهمهم، وهدي مثال بحد انا اتعاملت معاه شخصيا، اليو سيسي، جزء من قوته وجزء من ترابطه باللعيبه ان هم حاجه واحده وترابطهم بالبلد. خلي بالك معظم المنتخبات بتبني الموضوع على الوطنيه، وبالذات المغرب. يعني هو برضو اختياره مش عشوائي، المغرب من أقوى الاتحادات العربية في التنظيم وفي كل حاجة طبعا. يعني هم بيرقصوا أصلا معظم الاتحاد الشمال الأفريقي، هم الرئيس في كل المناصب في الكاف والحاجات دي كلها، ودايما بيزقوا ناحية دعم أنديتهم ودعم لعيبتهم هم يروحوا بره. فده شغل أظن اللي انت بدأت بيه كلامك، ده تخطيط دولة وتخطيط اتحاد قوي بيدعم بقوة وبينمي اللعبة جوه البلد. صحيح، وانا زي ما انا كنت بقول وانت بتاكد كلامي يا مصطفى، ان اداء كل منتخب بيعكس الاداء الاداري الموجود يعني من قبل اتحاد الكره لكل دوله، وده واضح جدا على المنتخب المغربي، واضح على المنتخب الياباني، على المنتخب الكوري، المنتخب الكرواتي، وطبعا منتخبات الكبار ومنتخبات القمه بيخططوا من سنوات طويله، وبنتمنى ان احنا ان شاء الله قريب نشوف ان في تخطيط للكره المصريه. مصطفى، يعني انت اشتغلت مع منتخب السنغال في وجود ساديو ماني، وعايز اعرف ايه اللي اتغير في غياب ساديو ماني، وهل منتخب السنغال اتأثر بشكل كبير بغيابه؟ طبعا. بصوا، المنتخب السنغال برضو لان خالك زي ما اقول لك وقت التحضير برضو كانت قليل، المنتخب السنغال عنده نهج بدا عليه اليو سيسي بيمرنهم عليه ما بيغيروش، وكل مدى المدى ده النهج دوت او خطه اللعب دي، ده المنتخبات بتشتغل كده، بتطور فيها لغايه ما توصل لدرجه الكمال اللي هو خد بيها بطوله افريقيا وصعد بيها كاس العالم عمل الاداء. هم بيلعبوا في الاساس الخطه الاساسيه اللي هم عندهم، الميزه الاساسيه هم ان هم عندهم فيزيكال فيتنس عندهم عالي جدا، فبيلعبوا على البريس والكاونتر بريس، حط الكوره في عند الخصم وحط الكوره عند الخصم، ودوت ساعدهم جدا في دور المجموعات. ماتش هولندا خسروا 2-0 بس كسبوا قطر، وكسبوا الاكوادور 2-1، وكسبوا قطر 3-1، لان الفرق اللي قدامك بتقدر تغلط وبتقدر تعمل غلطات، فبالتالي انت بتقدر تستغل الغلطات ديت وتجيب منها جوان. لما لعبوا انجلترا فرقه طبعا كمهارات فرديه قويه جدا، مفيش حد بيغلط، فبالتالي طريقه اللعب نفسها ما بقتش مناسبه مع ماتش قوي جدا، عشان كده خسروا ماتش انجلترا. بس تحسها مصطفى ان يعني اول لما استقبلوا الهدف للجول الاولاني، اول لما دخل فيهم تحس ان هم انهاروا، تحس ان هم ما كانوش متحضرين نفسيا ومتحضرين كويس، ان في حاله ان انا لو استقبلت هدف العب ازاي، استقبل بلان اللي بدات بيه المباراه ولا غير اسلوب لعبي. يعني انا حسيت ان هم اول لما استقبلوا الهدف الاولاني ان هم خسروا الشيب بتاعتهم، خلاص ما بقاش فيه اي شيب للفريق. يعني اختلف معاك في دي ميدو بصراحه، لا انا حسيت ان هو بعد الجون الثاني ابتدى يبقى الموضوع يبقى كده. ما هو الجون الثاني بعد الجون الاولاني بدقيقتين. الجون الثاني جه في اخر الشوط الاول، وكان كل الفرقه ضغط عشان الحكم هيصفر، وحتى جه الجون الثاني يصفر. هما طبعا انا اظن الشوط الاول خلص عليهم جدا، بس برضو غياب ساديو ماني اظن اثر جدا على الفرقه، لان هو كان المحطه اللي بتنقل الفرقه، لان هو مهاري جدا، فهو اللعيب اللي عنده حلول، واللعيب اللي عنده حلول دي حاجه مهمه قوي، وحاول يلعب دوره اسماعيل اسار، بس هو كان دايما بيلعب اسماعيل اسار على اليمين، اول مره يلعب بيه على الشمال مكان ساديو ماني. بس هو طبيعي ان هو عنده وينجين حريفه قوي بيخلصوا له وبيجيبوا له ضربات ثابته كتير بيجيب منها جوان، لان هم برضه حتى هتلاقي معظم الاجوان اللي جابوها جون كوليبالي من ضربات ثابته، ما فرقه بتعتمد على الكاونتر اتاك
وبتعتمد جدا كمان على الضربات الثابته. ساديو ماني عدم وجوده طبعا حرمهم من ضربات ثابته كتير قوي ومن نقل ملعب من الدفاع للهجوم، لان هو محط اساسيه في موضوع الهجوم، وده اثر كتير قوي على منتخب السنغال. مصطفى بتفسر في ايه يعني اداء ميندي؟ يعني ميندي ابتدى يفقد مكانه في التشكيله الاساسيه في تشيلسي لصالح كيبا طبعا، وبصراحه في النسخه دي في كاس العالم انا توقعت ان هو يكون نقطه قوه للمنتخب السنغالي، ولكن يعني ظهر بشكل عادي جدا جدا. ايه تفسيرك؟ بص طبعا انا موافق، انا اقول لك دي ثقته بنفسه مهزوزه، هو ما بيلعبش في تشيلسي خالص، ولما بيلعب كان بيغلط وبيغلط غلطات بتخسر الفرقه وبتخسر نقط، ودخل منها على كاس امم افريقيه يعني هو ما كانش موفق طبعا. هو بس هو برضه خلي بالك هو حارس كويس جدا يعني، ما كانش موفق في حراس مين شايلين فرقهم، ده حقيقي. البطوله دي مش بتاعته يعني، انت كلاعب كوره برضه مش كل بطوله بتخشها بتبقى التوب بتاعك. فهو كمان ملوش بديل في السنغال، ملوش يعني بديل. انت رايك ان عدم وجود منافسه من حارس اخر ممكن اثر عليه خلال البطوله؟ انا اظن اللي اثر عليه اكتر ان هو جاي من الدكه وجاي نفسيا مش الحارس الاساسي، وجاي نفسيا غلط كتير وخسر نقط كتير، وخلي بالك الصحافه في كل حته خلاص في السوشيال ميديا والحاجات دي طبعا. الحاجات دي كلها بتقرب اللعيبه وبتضايقها، وخلي بالك برضه بتتكلم على حد، احنا بنتكلم دلوقتي بنتكلم على لعيب وعنده 24 سنه او 25 سنه او 26 سنه، الحاجات دي بتهز وبتاثر وبتضايق. وطبعا فانا رايي ان هو داخل مهزوز من ان هو جاي احتياطي من تشيلسي. مصطفى منير محلل أداء المنتخب السنغالي السابق، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في الريمونتادا، وبيأكد أن المنتخب السنغالي تأثر بشكل كبير بغياب ساديو ماني اللي بيلعب دور مهم جدا يعني في طبعا في اداء الفريق هجومي، وعلى مستوى الثقه وعلى مستوى ازاحه الضغوط او ازاله الضغوط من على زملائه. طبعا خساره كبيره للمنتخب السنغالي.